ليه البنات دايما لما نيجي نتكلم تقول لك انا عايزه شخصيه مبادره، انا عايزه واحد مبادر، تحب الراجل المبادر ليه؟ بصوا كده من الاخر، يعني الراجل المبادر امان، الزوج المبادر احتواء، الزوج المبادر سند في الدنيا، الزوج المبادر سهل في تعامله، سلس هين، الزوج المبادر سهل بتصالح بسهوله جدا. الحته بتاعه المبادره انها تبقى صفه في الراجل ده حاجه جميله جدا. خلوا بالكم بقى يا شباب معايا، ما فيش ست بتستقوى على راجل، طبعا مش كلهم، احنا بنتكلم على الحالات اللي بنسمعها تمام، او اللي بتجيب مشاكل، او اللي الشباب بيخافوا منه، بتستقوى على زوجها او بتستقوى على راجلها او بتستقل منه او بتنحيه من حياتها او بتهمش دوره، تمام هو كده بس على قدك كده وده اخرك، الا اذا هو اعطاها الفرصه لده من البدايه. اما بيتخلى هو عن دوره كراجل وبيتخلى عن دوره بعدم المسؤوليه، بيتخلى عن دوره كزوج، بيتخلى عن دوره كرب اسره، تعمل ايه؟ تضطر هي تقوم بالدورين، ست وراجل مع بعض. ولو ما فيش اولاد بتخلع بتمشي، ولو في اولاد يا تفضل مضطره معاه عشان خاطر ما فيش يعني مكان تاني، او تهمله وتتركه ويدي لها الخيار في الامر دوت، وبيعملوا كده. مين اللي بيعطيها؟ انت في البدايه.